تعتبر الهزة الأرضية سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية يلي بتحدث للأرض وبتنتج عن حركة الصفائح الصخرية، ويسمى مركز الهزة الأرضية بالبؤرة، وبيتبعها ارتدادات تسمى هزات ارتدادية. لكن السؤال يلي داوله الكثير من الناس بعد حدوث زلزال قوته 7.6 درجة من مقياس ريختر، شو الفرق بينه وبين الهزة؟ الزلزال درجات مختلفة ولكل منها نوع معين، أما الهزات الارتدادية هي سلسلة من الزلازل الصغيرة وبتستمر على مدار أسابيع، شهور أو سنوات أحياناً، وبتتناقص مع مرور الوقت وبترتبط بحدوث زلزال كبير. ننتقل لنشوف كيف عم يكون الطقس. عم تميل درجات الحرارة ارتفاع بشكل طفيف خلال ساعات النهار مع بقاء أدنى معدلاتها بحوالي 4 إلى 8 درجات مئوية، وعم يكون الجو في الصحو والغائم جزئياً بشكل عام. أما ليلاً عم يكون الجو شديد البرودة بمعظم المناطق، وعم يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ببعض المناطق الداخلية، وحدوث فقيع وتشكل جليد بالمناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر. الرياح غربية للشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة عم تسجل سرعتها 15 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تتراوح بين 50 و90%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، وعم تسجل درجة حرارة المي 18 درجة. ننتقل لطقس العاصمة دمشق، عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئياً وعم تسجل فيها العليا 8 درجات. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ جولتنا من المنطقة الجنوبية. سويدا عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئياً عم تسجل الصغرى ناقص درجة، أما بدرعا عم تتراوح بين 3 و9 درجات، وبالقنيطرة عم تسجل فيها الحرارة العليا 7 درجات وعم تكون الأجواء غائمة جزئياً. بالمنطقة الوسطى بحمص عم تسجل فيها العليا 9 درجات وعم يكون فيها الطقس ضبابي، أما بحما عم تسجل العليا 10 درجات. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم تسجل العليا 13 درجة، أما بلادية عم تراوح بين 9 و13 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل العليا 9 درجات وعم يكون طقس غائم جزئياً. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم تراوح بين 1 و8 درجات، أما بحلب عم تراوح بين 1 و9 درجات والأجواء غائمة جزئياً. بالمنطقة الشرقية بالرقة عم تسجل فيها العليا 9 درجات وعم تكون الأجواء غائمة جزئياً، أما بالحسكة عم تكون الأجواء مشمسة وعم تسجل العليا 10 درجات، وأخيراً بدير الزور عم تسجل الصغرى 4 درجات. أخبار الطقس اليوم خلصت.